وأكيد بصيرنا نرحب بالبطل يعقوب، بدنا نقول لك صباح الخير وألف مبروك. يسعد صباحك وصباح الجميع. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء أهلا الله هيك وسهلا فيكم. ألف مبروك كل الفوز يلي حصلت عليه، خاصة بطل الله الجمهورية يبارك فيك. العام 2018 يعقوب. مزبوط، من أسبوعين فزت بطولة إن شاء جمهورية الله ألف مبروك، بالشام. إن شاء الله ألف مبروك. الله مبروك يبارك فيك. أكيد يعقوب. خلينا نحكي شوي، يمكن شفنا شوي من البطولات أو لوحة عن كيف احترفت التنس، فخلينا نحكي عن الفوز بآخر البطولة اللي كانت بالشام مثل ما حكينا. كيف كانت الأجواء وكيف تمت البطولة وكيف حصلت، كيف تأهلت وتدربت؟ طبعا بطولة كانت كويسة، فيها لاعبين زملائي بمنتخب سوريا ولاعبين قدماء مثل اللاعب موفق الحافظ وعدة لاعبين، يعني كان كل اللاعبين بسوريا موجودين. كانت بطولة منيحة، نشكر الله طبعا فزت فيها، وهي كانت باستعداد إلي للبطولات الجاية، يعني كانت محطة لكفي الطريق هلأ يعني، نعم فنشكر الله. يعقوب، يعني بعمر صغير احترفت الرياضة، وهو رياضة بيقولوا لازم نبلشها أو أي شيء بنحبه من نحن وصغار مشان نكبر مظبوط. ويكبر فينا وننجح فيه. أكيد احكي لنا يمكن عن التنس، عن يومياتك وعن كواليس حياتك يلي وصلتك لأنك أنت تحصل على مراكز طبعا ذهبية. هي لعبة أكيد كتير صعبة، لازم الواحد يبلش من هو وصغير. أنا بلشتها من عمري 6 سنين، طبعا بإشراف والدي، بوجه له تحية، مدرب منتخب سوريا رؤوف مخزومة، نوجه له تحية وأخي أكيد. روبير مخزومة، كما طبعا تمارين اللياقة بيساعدني الكابتن رياض صهيوني. كل يوم أنا بتمرن من 5 ل6 ساعات تقريبا بالمدينة الرياضية، فيعني بالعزيمة وبالتمرين ما في شيء مستحيل طبعا يعني، فإن شاء الله راح أحقق نتائج بالسنين القادمة أفضل وأوصل ان للعالمية. شاء الله يا رب. خليني احكي شغله عن يعقوب، بما انه بنعرفه كمان هو صديق لنا، كل ما يقول انه بده يشارك بطوله بيقول لحفوز بفوز، يعني بحط هدف براسه. نشكر الله، طبعا الثقة هي أهم شيء، يعني الواحد اكيد لما يوثق إنه راح يربح فبيربح. اكيد. صحيح. يعقوب شاركت بكتير بطولات على حسابك الشخصي من اجل الحفاظ على مستواك الرياضي، خلينا نقول. مظبوط. خلينا نحكي عن هي البطولات، وين الاتحاد الرياضي من دعم الابطال اللي عم نشوفهم فعلا عم بياخذوا بطولات، ان كان بالتنس بالجودو باكثر من مجال، لكن ما كتير عم نشوف هذا الدعم صحيح. من الاتحاد الرياضي. هلا بالنسبة للعبة التنس، نحن بمجال التنس بس في بطولة واحدة سنويا بيدعمنا فيها الاتحاد السوري، هي بطولة كأس ديفيس، وبالأخير شاركنا فيها العام بفيتنام وحققنا نتائج كثير مهمة، فزنا على المنتخب السعودي، على الأردن، فزت على بطل الكويت أنا كمان. بس في تقصير كبير بمجال التنس، يعني ما في دعم بمجال التنس غير هي البطولة، فأنا عم بضطر أطلع حسابي الشخصي. طبعا تعرفي الاحتكاك مع اللاعبين هو اهم شيء، يعني نعم الاحتكاك مع لاعبين افضل مني او مستواي برا، لعب بطولات معسكرات يعطيك خبرات أكثر طبعا، وأوسع، صحيح. فانا عم بطلع حسابي الشخصي طبعا، غير والدي مدربي الفني كمان دعمي المادي يعني. نوجه له تحية. طبعا طب يعقوب، طبعا ما في حدا يمكن تتواصلوا معه أو يعرف إنه أنتم عم تطلعوا على حسابكم الشخصي يدعمكم؟ صوتك ما قدر يوصل بأكثر من وسيلة، على الفيسبوك كذا، هلا عم حاول وصله مواصلات؟ الصراحة، بس يلا ان شاء لهلا الله، ان شاء الله على الإخبارية لهلا السورية هيك ما يدعموا في رياضة التنس أكثر ان شاء وأكثر الله ويعطوا بيكون في حقها. شركات راعية كمان للاعبين المميزين بسوريا، لأنه طبعا بنقدر نوصل لمحلات بعيدة. أنا في لاعبين مثل نيك كيرجيوس وألكسندر زفيريف، هن أول 10 على العالم كانوا معي ببطولة يعني ب 2011 بالهند و 2012 بأبو ظبي، يعني بس هن دولتهم عم تدعمهم، عم توصلوا، عم يلعبوا، عم يتمرنوا مزبوط، فوصلوا للعالمين يعني. هي بس بدها دعم شوي وتمرين اللي بيمشي الحال. نعم. هلا كمان وقعت انت لي وقعت لي. هلا انت مسافر على بيروت بعد يوم او بكره ما بعرف، بس عندك كمان هناك يمكن منافسه مع الشعب اللبناني او مع مناظريك، خلينا نقول من اللبنانيين، صحيح. فخلينا نحكي عنك كمان. طبعا بهاليومين انا مسافر على بيروت العب بطوله الاتسائل، طبعا كل سنه بلعبها انا وبلعب بطولات، بحب وجه تحيه للاتحاد اللبناني، بطولات كثير مهمه فيها سبونسرات، فيها نقل تلفزيوني، طبعا كمان رايح بهدف اربح ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. وبتمنى
رفع اسم سوريا بالعالي دائما ان شاء الله، ان شاء هذا الله. اهم شيء. اكيد يعقوب، خلينا نحكي يمكن قديش حضرتك بتحب تدرب الناس على رياضة التنس، او بتحب تنقل خبرتك وخاصة يلي اكتسبتها من يمكن معاشرتك للاعبين تانيين. قديش وفي ناس عم يجوا يتدربوا، ويمكن شو بتنصحهم للاهالي دائما هيك انه يجيبوا الاولاد بعمر صغير، البنات طبعا هلا انا بسبب سفراتي الكثير كثير محتك مع مدربين ولاعبين عالميين، فاكيد صار عندي خبره يعني. فأهم شيء الولد يبلش هو وصغير بلعب التنس عشان يقدر يوصل ويكون في هدف انه يوصل للعالم. يعني في عالم تجي بس بهدف تستسلي يعني، ما انه يوصلوا لشيء. بتمنى انه يكون في اهتمام اكثر ومن الاهل، وان شاء الله خير يعني، ان شاء الله بنلاقي لاعبين كويسين بسوريا السنين الجاية. يعقوب، شو هي الصعوبات اللي كلاعب تنس عم بتواجهك، إن كانت بالملاعب، إن كانت مثل ما حكينا بالدعم، إن كانت بأي شيء تاني ممكن أنه ما يعطيك هاي الفرصة لتوصل لطموحك للعالمية؟ هلأ في مشكلة وحيدة نحن عنا بحيث التمرين، غير أنه غياب اللاعبين. طبعا أنا بس بتمرن مع روبير أخوي، يعني ما في حدا تاني اقدر استفيد منه. فهي اهم مشكله يعني عندي. وفي الملاعب المغلقه بسوريا بنلاقيها نحن للاسف ما عندنا، فبالشتويه يعني مطر برد كثير، فبنضطر نقطع عن التمارين. طبعا هاي اهم مشاكل بسوريا، وهي طبعا لعبه غاليه كثير مثل ما بتعرفوا، فما بالك انه واحد يسافر لبرا كمان، فهي مكلفه جدا. بتمنى يكون في دعم لها من الاتحاد الرياضي او من شركات راعيه، وبوعدهم انه رح نعمل نتائج كثير عاليه اذا تم الدعم بشكل صحيح. ان شاء الله يا رب. يعقوب، اكيد من بعد لبنان عندك بطولات كثيره، او عندك لعب يمكن محضر لها، بما انه هلا الصيف هو موسم للبطولات والسفرات وهيك، خلينا نحكي شو مخبي لنا. طبعا هلا عندي بطولتين بلبنان، يعني الاتسائل وبرمانا، بعدها ارجع اطلع العب بطولات تصنيف عالمي بمصر وبتركيا. نعم. طبعا هدفي اوصل لتصنيف عالمي مهم ما وصل له اي لاعب سوري من قبل. هذا هدفي الاول يعني ان شاء الله. ان شاء الله. شو بتحب تقول لكل رياضي شاب عنده هي الموهبه وعنده حلم بانه يوصل من خلال تجربتك؟ بحب اقول له انه اهم شيء ما يسمع لحدا حكي العالم، اهم شيء امن بحاله ويكون قد الثقه طبعا بالتمرين ومع الدعم طبعا، فاكيد بيوصل لمحل بعيد. أكيد. بالأخير بس أنا بحب أتشكر السيد المحافظ إبراهيم السالم، كرمني من أسبوع بالبلادية، بحب أوجه له تحية وعلى أمل لقاء بالسيد الرئيس بشار الأسد، إلي الفخر وحلمي كمان. إن شاء الله. أكيد دائما مواهب الشابة بترفع الرأس، نحن دائما بحلقاتنا بنحب نضوي على هالمواهب يلي عن جد بتستاهلوا أكثر وأكثر، بتستاهل يعني مثل حضرتك انك توصل اكثر للعالميه. نحن بنتمنى صوتك يوصل وتلاقي الدعم الصح من قبل كل الجهات المعنيه. ميرسي يعقوب. ميرسي كثير لكم على الاستضافه الحلوه، ولي الفخر كون معكم بالاخبار يا سوري. لو ميت سهله. بدي اقول لك انا الف مبروك مره ثانيه، وان شاء الله بتجيب البطوله بلبنان كمان. يا رب. يا رب. واكيد بدي اوجه تحيه لوالدك ولاخوك على الدعم اللي هن اكيد عم يتفرجوا عليك. هلا وصلت لهم بفضلهم اكيد, أكيد. يعني هن لهم الفضل الكامل اللي وصولي لهالمستوى. اكيد يا يعقوب، مبسوطين انه عم نستقبل شباب موهوب وبطل بمجاله، نورتنا خلينا نقول. شكرا. شكرا لك يعقوب. شكرا لك. ميرسي يعقوب.